السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول ثانوي علمي. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بشرح مادة الرياضيات، راح نبدأ بالتمهيد. هذا التمهيد أين موجود أو من وين جبت هذا التمهيد؟ أنا جبته من كتاب الأنشطة صفحة 6 و7. تمام، خلينا اليوم هسه نبدأ أو بهذا الفيديو راح نبدأ بتمثيل المعادلات الخطية بيانيا. أنا كيف بدي أمثل معادلة على المستوى الديكارتي أو على المستوى الديكارتي، تمام، أو المستوى الإحداثي. في البداية أو في السؤال الأول بحكي لي أنا عندي y تساوي 5. y تساوي 5، 5 هو رقم ثابت. إيش هذا الاقتران؟ هذا الاقتران أنا بسميه اقتران ثابت أو حد ثابت. في بعض المراجع والكتب يسموه الاقتران الصفري. الاقتران الصفري، ليش الاقتران الصفري؟ لأنه هو عبارة عن رقم مضروب بإكس قوى صفر على سبيل المثال. وإحنا خذينا أو تعلمنا مسبقا انه اي اشي قوى صفر يساوي واحد، اي اشي قوى صفر يساوي واحد، تمام. فانا بناء على هذا الاشي انا افترضت انا عندي متغير اكس ومرفوع القوة صفر، فبالتالي بالنهاية هذا راح يساوي ايش؟ 5. طيب خلينا ناخذ ايش؟ ناخذ مدخلات، اللي هو ناخذ مدخلات وايش مخرجات، اللي هو واي تساوي 5. لو اخذت قيم للاكس 2 سالب 1 0، لما اجي اعوض الاثنين بالخمسة انه ما في اشي، راح تظل 5. اعوض السالب 1 راح يظل ايش؟ 5. اعوض الصفر راح يظل 5. فبلاحظ انا معي المخرجات كلها تساوي 5، وبالتالي لما اجي ارسم انا راح ارسم لجميع قيم اكس خط مستقيم عند ايش؟ عند الخمسة، تمام. هذا الخط يمثل لي او هذا الخط او اللاين يمثل لي y تساوي 5، وايضا هذا الخط موازي للاكس اكسس. موازي لايش؟ للاكس اكسس. هذا الخط موازي للاكس اكسس. انا هيك اكون عبرت او رسمت الاقتران y يساوي 5. المثال الثاني اللي معنا x تساوي سالب 3. احنا حكينا هذا انا عندي اقتران ثابت او صفري، راح افترض جنبه متغير على سبيل المثال y قوى صفر، تمام. بالنهاية راح يسوي سالب 3. طيب خلينا ناخذ مدخلات ومخرجات، راح ناخذ هون y وراح ناخذ هون x يساوي سالب 3. طيب خلينا ايش مثلا ممكن ناخذ؟ ممكن ناخذ 1، ممكن ناخذ 2، ممكن ناخذ 5. لو احط 1 راح يعطيني سالب 3، اوكي. لو احط 2 على الوايات راح يعطيني ايضا سالب 3. لو احط 5 ايضا راح يعطيني سالب 3. فبلاحظ انا راح ارسم خط مستقيم عند السالب 3، خط عمودي يوازي محور الوايات، يوازي ايش؟ محور الواي اكسس، يوازي الواي اكسس. فهذا الخط انا عندي ايش يمثل؟ يمثل لي اكس تساوي سالب 3. انا هيك عبرت عن اكس تساوي سالب 3 بخط مستقيم لاين يوازي parallel to the y axis، يوازي محور الاكس اكس، تمام. رقم 3، رقم 3 انا عندي اقتران y يساوي 2x ناقص 1. هذا الاقتران خطي، هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه اقتران خطي. linear function، linear، linear يعني خطي، linear function، اوكي. هذا الاقتران هو y يساوي 2x ناقص 1. انا المدخل عندي x والمخرج انا عندي ايش؟ y اللي هو يساوي 2x ناقص 1. طيب ايش ممكن اخذ ارقام؟ انا ممكن اخذ الواحد، ممكن اخذ مثلا ممكن اخذ الثلاث والاربعة،
طيب انا هسه بدي اجي اعوض الواحد بهذا الاقتران، لما بدي اعوض الواحد ممكن احكي انه اف الواحد او واي الواحد، واي راح تساوي 2 في 1 2 ناقص 1 راح تساوي 1. طيب بدي اعوض، انا مثلا بدي اعوض الثلاث، راح احكي واي تساوي 2 ب 3 6، 6 ناقص 1 راح تساوي 5. طيب انا بدي اعوض ايش؟ بدي اعوض الاربعه، راح احكي واي تساوي 4 في 2 8 ناقص 1 راح تساوي 7. هذا هو التعويض تبعي. طيب هسه انا خليني احط بوينت، نقاط، هاي النقاط اللي احطها على المستوى الاحداثي الواحد مع الواحد، تمام؟ تقريبا الواحد هون بيجي، فهي هون الواحد مع الواحد، تمام. هسه حكى لي الثلاث مع الخمسة، هاي الثلاث هون تقريبا، انا كمان هون الخمسة، ايضا حكى لي الاربعة مع السبعة، هاي الاربعة هون وهي السبعة هون. طيب لو جيت احط الصفر، الصفر شو راح يعطيني؟ راح يعطيني صفر ناقص واحد، راح يعطيني ناقص واحد. الصفر تقريبا راح يكون ايش؟ راح يكون هون. طيب خلينا نرسم بناء على هاي المعطيات اللي معنا، راح ارسم خط انا. اوكي لا ما ضبطش معي. اوكي ما بيجي هيك، تمام. تمام تقريبا الخط راح يكون ايش؟ هيك هذا الخط ايش يمثل؟ يمثل لي y تساوي 2 x ناقص 1، هذا الاقتران الثاني، تمام. طيب نيجي على ثالث اقتران معنا، هذا الاقتران هان اعطاني معادلة مش اقتران. كيف انا عرفت ان هاي معادلة؟ لانه الاكسات، لانه الاكس والواي مع بعض بنفس الجهة، انا فيش عندي متغير محطوط في موضع القانون بحكي لي 2x plus y equal 4، 2x زائد 4 يساوي 2x زائد y يساوي 4. طيب انا هذا الحكي كيف ممكن احوله لاقتران؟ طيب انا مثلا بدي اختار يا الاكس يا الواي حتى اخليه موضع القانون، انا راح اختار مثلا، راح اختار الواي. اول اشي انا راح احكي واي تساوي، هسا انا ايش عندي جنب الواي؟ انا جنبها 2x، ولا احط هون ناقص 2x ناقص 2x، فالواي تساوي 4 ناقص 2x، تمام. خليني ارسم جدول، خليني ارسم الجدول عشان ايش؟ عشان احط المدخلات والمخرجات عندي. هاي هيك ها، اوكي يلا خلينا نحط. انا عندي هون الاكس، وانا عندي هون واي يساوي 4 ناقص 2 اكس. خلينا مثلا ايش ناخذ؟ ممكن ناخذ الصفر، الاثنين، والاربعة. لما اجي اعوض الصفر باقتران راح يعطيني واي تساوي 4 ناقص صفر راح تساوي 4، هاي 4. بدي اعوض الاثنين، فانا عندي واي تساوي 4 ناقص 4 ناقص 2 في 2، وهي راح تكون معي انا ايش؟ راح تكون معي 4 ناقص 2 في 2 اللي هو 4 ناقص 4 راح يساوي صفر. فانا بدي اعوض الاربعة، فالواي معي راح تساوي 4 ناقص 2 في 4 8، وراح يعطيني سالب 4، تمام. انا النقاط المتوفرة معي، يعني انا هون عندي صفر، وانا عندي هون ايش؟ سالب 4، تمام. انا متوف، انا عندي صفر واربعة، هاي صفر، هاي الاربعة، هاي نقطة. ايضا انا عندي اثنين وصفر، انا هاي هون اثنين وصفر، تقريبا الاربعة وسالب اربعة نقدر نحكي انها تيجي هون، على فرضنا انه هاي السالب واحد، هاي السالب اثنين. اوكي لا عكس، تمام، سالب واحد هون، سالب اثنين هون، سالب ثلاث، وهون ايضا يمثل لي السالب اربعة. فانا هيك اجي اقتران، يعني لو جيت بدي ارسم خط، تمام،
فبلاحظ انه الخط المفروض اوكي انا عندي هيك الخط المفروض يجي تمام. هذا الخط يمثل لي ايش؟ اغير له تمام. هذا الخط يمثل لي y equal 4 ناقص 2x. طيب هسه ممكن طالب يحكي انا بديش الواي موضوع القانون، انا بدي الاكس موضوع القانون. عادي، راح اصير انا عندي راح اخلي الاكس لحال، راح احكي انا عندي 2x تساوي 4 ناقص y، لازم تكون x لحالها فراح اقسم على 2، راح اقسم على 2، فاقتراني بهاي الحالة راح يصير x تساوي 4 ناقص y على 2، ونفس الشيء هذا الاقتران، اوكي نفس الشيء هذا الاقتران راح يعطيني نفس النتيجة. ايش راح يعطيني؟ نفس النتيجة، هذا الاقتران راح يعطيني نفس نتيجة هذا الاقتران تمام؟ زي ما بنحكي وجهين لعملة واحدة، هذا الاقتران وهذا الاقتران هو الاقتران نفسه ولكن بصورتين مختلفتين. هيك أنا بكون خلصت شرح أول جزء من التمهيد، وإن شاء الله راح أشوفكم في الجزء الثاني بإذن الله تعالى.